الحاجة سيدة تتفضل. ازيك يا دكتور؟ نعمة وفضل الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك انا عندي كذا سؤال صغيرين ورا بعض كده، معلش هسمعهم يعني كلهم مرة واحدة وبعدين اجاوبك على طول. اتفضلي يا حاجة سيدة. طيب ماشي. هل انا لما لو طلعت ريح لازم استنجى ولا اكفي ان انا تروح تتوضى على طول؟ السؤال الثاني. اتوضى بس؟ تتوضي بس وبلاش بلاش وسواس يا حاجه سيده. ماشي ماشي. السؤال الثاني في هل انا بصلي وانا قاعده عشان انا كبيره، هل لما اجي اكبر لازم اقف؟ قادره تقفي ولا لا؟ انا قادره اقف بس الايسر ان انا ما اقفش، فهي لو لازم الدكاتره قالوا لك ما توقفيش، لو الدكاتره قالوا لك ما توقفيش كبري وانت قاعده، الدكاتره قالوا لك ينفع توقفي يبقى كبري وبعدين اقعدي. طيب في بقى يعني عشان انا بصلي وانا قاعده ما بتحركش لا بقوم ولا بقعد، فهل الله هو اكبر اللي بنقولها في كل حركه اقولها بردك وانا قاعده ازاي ورا بعض ولا ايه؟ لا تقوليها قبل ما انت يعني مثلا انت لما تيجي تركعي هتميلي دماغك شويه فتقولي الله اكبر وقبل ما تميلي. خلاص في كل في الركعه والسجده بتاعتي اقول بالظبط هنقول الله اكبر. لازم هنقول كده، لكن لو ما قلتيش صلاتك هتبقى صحيحه برضو. طيب في معلش بقى حاجه عندي، انا كل ما اجي اصلي افضل اتاوب وعيني تدمع ويجيني رش زي الفل. كل اللي بيحصل لك دوت معناه ان الصلاه بتجيب لك طمانينه وسكينه، استمري وما تلتفتيش فيها. انا عايزه اقول لحضرتك ما عدا صلاه الفجر والفجر، شفت ازاي انا عارف؟ دول بقى بس للاسف بقى دول بيبقى في حاجه تانية بتحصل دلوقتي، ان انا ممكن انام واسقط وانا بقرا ولا حاجة بصلي. ولا حاجة، خليكي منتبهة وأثري في القراءة وما تطوليش. أنا بحاول يعني. كله هيبقى كويس إن شاء الله يا حاجة، ربنا يبارك لك ويزيدك نور وبركة وفضل ونعمة يا حاجة سيدة.